عامل غرفة ملابس النادي الأهلي كانت صورته حاضرة وسط التكريم، مش بس وانت بينا هيبقى فاكرينك، حتى لو انت رحلت عن دنيانا النادي الأهلي تراث، ودايما تراثنا موصول. والحاجات دي يا جماعة مش هتلاقوها في حتة تانية، الحاجات دي حصريا في النادي الأهلي، هي تراث النادي الأهلي وأدبيات النادي الأهلي يا أحمد. ومن ضمن حصريات النادي الاهلي الصوره الاروع في الاحتفاليه او في جداريه الاحتفاليه بالامس، وهي صوره النادي الاهلي. يعني انا بحيي جدا عبقري. المسؤولين عن اختيار الصوره دي، وهي فكره ان النادي الاهلي بعد 7 مباريات بيتزيل جدول الدوري العام في المركز ال 18. رساله واضحه، واضحه جدا وواضحه وصريحه كمان لكل من لا يعي قيمه وقامه النادي الاهلي، ان النادي الاهلي بالفعل ما يعرفش المستحيل. النادي الاهلي دايما هيكون المركز الاول، حتى لو في بعض الفترات لقيته في المركز الاخير، مكانك دايما النادي الاهلي في المركز الاول. اعتقد احتفاليه كانت بترد حاجات كتير، اعتقد موسم الدوري ال41 بيرد على اشياء كتير جدا جدا جدا، سواء اللي كان بيتهم النادي الاهلي بالتحكيم او باتحاد الكره ومجاملاته او بوكاله الاهرام والفلوس. اعتقد شفنا انديه دعمت بشكل كبير جدا الموسم اللي فات، شفنا مبالغ كتير جدا اتصرفت في الموسم اللي فات، شفنا تعنت واضح من قبل مجلس اداره السابق لاتحاد كره القدم ضد النادي الاهلي، شفنا دوري بيتاجل عشان خاطر لعيب بيرجع من الاصابه. اعتقد كل المنتمين للكره في مصر اكدوا على احقيه النادي الاهلي. وانا عايز اقول ان بالفعل بعض الاصدقاء الزملكاويه كانوا بيقولوا ان هدفنا من تاجيل الدوري او امنياتنا بتاجيل الدوري لبعض الامم مش عشان بس فرجاني ساسي، لا كمان عشان ما الاهلي ما يحرقش علينا فرحه الكونفدراليه، لاننا كنا واثقين ان الاهلي هياخد الدوري. اعتقد موسم مش هيتنسي يا فارس في تاريخ النادي الاهلي. موسم صعب يا احمد، وفي لمحه احنا بعد خساره سان داونز بالخماسيه البعض اعتقد ان عمليه هتاثر على النادي على النادي الاهلي في الدوري وان النهايه اقتربت، ولكن فكره انك تفوز 7 مباريات من 8 وتتعادل في مباراه واحده كان امر مختلف، باستثناء مباراه بيراميدز اللي خسرناها بعد ما رجعنا على طول، بقيه المباريات النتائج فيها مش منطقيه يا احمد لاي فريق يبقى محقق خساره بالشكل ده ويقدر يعمل العوده بالشكل ده. برضو دي محتاجه شخصيه النادي الاهلي احمد اللي مش موجوده في حته خالص. بالظبط يا فارس، و بالمناسبة كان في الاحتفالية الأمس كان احتفالية أخرى في فلسطين والنادي الأهلي وارتفاع علم مصر في أراضي الفلسطينية، في رابطة هناك، رابطة عشاق ومحبي النادي الأهلي في فلسطين، كان بيحتفلوا بذكراهم 9 مرور 9 سنوات على تأسيسها. أعتقد النادي الأهلي مصدر البهجة والفرحة في كل مكان. من برنامج أهلي خط أحمر بنقول لهم كل سنة وانتم طيب بحب النادي الأهلي متجمعين ومتواصلين مع كل الأهلاوية في كل مكان في العالم يا فارس. ان شاء الله دايما الشعوب العربيه كلها شعبيه النادي الاهلي تفضل فيها في ازدياد، ويفضل النادي الاهلي علامه فارقه عند كل الشعوب العربيه. نروح بقى للاخبار، نروح بقى لحته تانيه خالص.